السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب أولى ثانوي، الأخبار؟ ربنا تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن السكيلرز أند فيكتورز، وهنتكلم عن الموضوع ده أو عن الليسون ده في 3 سيشنز، في 3 محاضرات إن شاء الله. والنهاردة أول محاضرة هنتكلم عن المين ديفرنس ما بين السكيلر والفيكتور، وهنتكلم كمان عن الديستانس والديسبليسمنت، إيه الفرق ما بينهم وإزاي أقدر أحدد الديسبليسمنت والديستانس في أي مسألة مهما كانت صعوبتها. طالما عرفت الكونسبت، عرفت ايه هو المفهوم بتاع الديستانس، ايه هو المفهوم بتاع الديسبليسمنت، تقدر تفرق ما بينهم. في التو سيشنز اللي بعديها ان شاء الله هنتكلم عن ادينج فيكتورز، هاو تو اد فيكتورز، وهنتكلم عن الفيكتور ريزوليوشن او الفورس ريزوليوشن، وهنتكلم ان شاء الله في المحاضره الثالثه عن الكروس برودكت والدوت برودكت. طيب النهارده هنتكلم عن ايه هو السكيلر وايه هو الفيكتور. الكلام ده احنا كنا خدناه قبل كده في الساينس في ثالثه اعدادي. لو احنا عملنا كومباريزون كده ما بين السكيلرز اند فيكتورز، بمنتهى البساطه هتلاقي ايه هو السكيلر. دي عباره عن فيزيكال كوانتيتي لها ماجنيتيود اونلي. هذه ماجنيتيود اونلي. يعني ايه ماجنيتيود اصلا؟ ماجنيتيود يعني فاليو، قيمه ليها فاليو، ليها نيوميريكال فاليو، قيمه عدديه، لكن ملهاش دايركشن، هاز نو دايركشن. لكن في الفيكتور، الفيكتور عنده الاثنين، عنده ماجنيتيود اند دايركشن، ليه قيمه وليه اتجاه. طيب زي ايه؟ زي الفورس. انا بدات بالفيكتور بحيث ان الاكزامبلز هنا بتبقى ايه، واقعيه شويه. لو انا مثلا بزق ديسك بفورس معينه، وليكن مثلا الديسك ده بزقه بفورس 5 نيوتن، لازم احدد هنا الاتجاه بتاعي. بزق مثلا الديسك ده فورورد ولا باكورد، ايست ولا ويست، ليفت اور رايت، وهكذا. نفس الفكره عندي كمان حاجه مثلا زي الديسبليسمنت. الديسبليسمنت والديستنس هتقدر تعرف الفرق ما بينهم لما اشرحهم لوحدهم. الديسبليسمنت كمان فيكتور، هي تعتبر مسافة بس لازم تكون محدد لها اتجاه معين. مين كمان بيبقى ليه اتجاه ثابت؟ انت لو عندك ده ايه؟ دي الارث، الارض بتاعتي بتجذب كل الحاجات اللي حواليها بجرافيتيشنال فورس، صح؟ طيب الفورس اوف جرافيتي دي اسمها ويت. يعني انت خلي بالك في فرق ما بين الماس اللي هي الايه؟ اللي هي الاماونت اوف ماتر ذات ذا اوبجكت كونتينز. مثلا الماس بتاعت القلم ده هي ايه؟ كميه البلاستيك اللي بيحتوي عليها. لكن الويت تعتبر فورس اوف جرافيتي. الويت هي الفورس اوف جرافيتي باي ويتش زي ذا ايرث اتراكت ذيس اوبجكت، تمام؟ فالويت هو يعتبر فورس اوف جرافيتي. دايما اتجاه الايه؟ الويت. ايه؟ لان لو سبت حاجه، لو اي حاجه انا ماسكها كده سبتها، ايه اللي هيحصل لها؟ هتنزل لتحت. فاتجاه الويت دايما بيبقى داون وورد، تمام؟ فالويت يعتبر عندي كمان فيكتور، تمام؟ بيبقى ناحيه اتجاه الايه؟ السنتر اوف فيرس. لكن الماس سكيلر، الديستانس سكيلر. هنعرف طبعا الفرق ما بين الديستانس والديسبليسمنت في الايه، في الكومباريزن الجاي. عندي الانرجي. انا لو قلت لك الانرجي مثلا، يعني اي انرجي زي ايه مثلا؟ ممكن تكون هيت انرجي، ساوند انرجي، لايت انرجي، اي تايب اوف انرجي، بوتنشال انرجي، كاينتيك انرجي، اي نوع من الانرجي ملوش دايركشن، تمام؟ التايم مثلا دلوقتي يقول لك الساعه 2، فاضل لي ساعتين مثلا واسافر الحته الفلانيه، فالتايم هنا ملوش اتجاه محدد. التايم ده وقت، انا بشوف الساعه 5 بقى فاضل لي ساعتين واوصل، فاضل لي ساعتين وانام، وهكذا. فالتايم ملوش ايه؟ ملوش دايركشن، فيبقى سكيلر. عندي بقى مين تانيين بيبقوا فيكتورز؟ عندي الفيلوسيتي، وهنعرف ليه طبعا ليتر اون، عكسها الناحيه الثانيه السبيد. هما الاثنين بمعنى سرعه، لكن السبيد سكيلر، الفيلوسيتي هي فيكتور. الاكسلريشن كمان بتعتبر ايه؟ تعتبر فيكتور، علشان ليها اتجاه. بيبقى هي عباره عن ايه؟ دلتا فيلوسيتي، دلتا في اوفر ايه؟ دلتا تي. دلتا في يعني ايه؟ التشينج ان فيلوسيتي اوفر ايه؟ اوفر تايم. دي بالنسبه للاكسلريشن. فهمنا الفرق ما بين السكيلر والفيكتور. سكيلر دي فيزيكال كوانتيتي هاز ماجنتيود اونلي، ليها قيمه عدديه بس، ليها فاليو لكن ملهاش دايركشن. الفيكتور
للسكيلر اند ايه سوري الفيكتور ليه ماجنيتيود اند دايركشن. طيب تعالى بقى نشوف الفرق ما بين الديستانس والديسبيسمنت، ده مهم جدا، لازم نبقى عارفين ايه الفرق ما بين الديستانس والديسبيسمنت عشان بيجي لي افكار كتيره جدا ممكن تكون افكار مش متكرره. لو انت عرفت الفرق ما بين الديستانس والديسبيسمنت هتقدر تجيب او تقدر تحسبهم في اي مساله تجيلك. لو انا هعمل كومباريزون ما بين الديستانس و displacement، ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم في الديفينيشن. طبعا الديفينيشن مش مقصود بيه حفظ وخلاص، ده انت لازم تبقى فاهم كويس قوي الديفينيشن ده بيقول ايه. distance معناها actual length، actual length covered by the moving body او by the body. ممكن يكون static يبقى distance بتاعته بصفر، يبقى actual length الطول الفعلي، او ممكن نقول عليها total length برضو مش تفرق، covered by the body. طيب لكن displacement معناها ايه؟ معناها shortest straight line، shortest straight line اقصر خط مستقيم، اقصر خط مستقيم between مين ومين؟ between start point and end point، ما بين نقطة البداية ونقطة ايه؟ النهاية. طب تعالى نمثل الكلام ده كده بتمثيلية. انت مثلا دلوقتي كل يوم الصبح بتتحرك من البيت بتاعك تمام وتروح للمدرسة، اللي بيحصل هل بتروح، هل في طريق مستقيم في ستريت لاين ما بين بيتك والمدرسة؟ لا، الا بقى لو كانت المدرسة قدام بيتك على طول، لكن لو انت ساكن بعيد عنها بشوية هتعمل ايه؟ ممكن مثلا لو انت ساكن في شارع جانبي هتطلع الاول على الشارع العمومي، بعد كده تركب الباص، طبعا الباص عشان يروح للمدرسة ممكن يروح يلف في ميدان وبعد كده يمشي في طريق معين، بعد كده هتلاقي طبعا ايه في عمارات فايه مش هيقدر ايه، ما عندكش طريق سالك او طريق مستقيم للمدرسه، هتبدا تمشي في زجزاج او ستريت لاينز او في عندي كل ايه كل انواع الطرق مشيت فيها، مشيت في ستريت لاين، مشيت في كيرف، او مشيت في سيركلر باث، مشيت في زجزاج، يعني انا مشيت في ايه في كل خدت كل المسارات دي. فالتوتال لينث اللي انا قطعته عشان اروح للمدرسه ده بالنسبه لي هو الديستانس، بجمع كل الكلام ده يبقى هي دي الديستانس، مشيت في ستريت لاين، في كيرف باث، في سيركل باث، كل ده بجمعه يبقى هي دي الديستانس. طيب انت بقى ربنا رزقك بطياره وعامل مطار كده فوق ليه؟ فوق البيت عشان تروح المدرسه، هل المضطر تمشي في كل الطرق دي؟ لا طبعا، هتمشي هتعمل ايه؟ هتمشي في ستريت لاين من البيت بتاعك لحد المدرسه، وطبعا ده اقصر خط انت مشيت فيه، مش مضطر ان انت تاخد طريق طويل، ده انت تاخد اقصر خط تمشي فيه. فبالتالي الستريت لاين اللي انت قطعته ده اللي هو مين؟ هو ديسبيسمنت. يا مين يا شباب؟ ديسبيسمنت. يبقى افتكرها بكده يا شباب، انت عشان تحدد ديسبيسمنت بشوف فين نقطه البدايه الستارت بوينت، في نقطة النهاية الاند بوينت، واعمل بينهم خط. لكن الديستانس ده الطول الفعلي او التوتال لينث او الاكتوال لينث اللي قطعته، كل الطول ده هو الديستانس. تمام؟ طيب هناخد برضو اكزامبلز تانية عن الديستانس والديسبيسمنت عشان نفهمها اكتر، بس انا دلوقتي فهمت حاجة مهمة ان الديستانس هي التوتال لينث، الطول الفعلي اللي انا قطعته. انت افرض طب افرض انت ماشي اوريدي في ستريت لاين، يبقى ماشي يبقى الديستانس بتاعتك هي الستريت لاين اللي انت مشيته، يعني ممكن في بعض الاحوال تكون الديستانس بتساوي ديسبيسمنت لو انت اوريدي حركتك في ستريت لاين، لكن لو انت مشيت في كذا طريق ليه كذا اتجاه فالديستانس بتاعتك بقى اقعد اجمع كل الكلام ده يبقى هي دي الديستانس. عايز تحسب ديسبيسمنت يبقى بحدد ايه؟ نقطه بدايه نقطه نهايه وبعمل خط ما بينهم. تعالى ما نشوف اكزامبلز ثانيه هتفهمني اكتر ايه الفرق ما بين الديستانس والديسبيسمنت. تخيل كده معايا لو انت اتحركت من البوينت دي بوينت A رحت لبوينت B في قطعت 10 متر. طيب وعايز احسب هنا الديستانس بكام؟
والديسبليسمنت بيها. طيب انت قلت لي يعني ايه ديستنس؟ توتال لينث. طب انت اوريدي ماشي في ستريت لاين، قطعت ايه؟ قطعت كام اصلا؟ طب 10 ب 10 متر، فالديستنس بكام؟ ب 200 متر. طيب ديسبليسمنت يعني ايه؟ اول مره ديسبليسمنت دور على نقطتين، نقطه الستارت ونقطه ايه؟ الاند، واعمل خط ما بينهم. طب الخط ما بين الستارت والاند كام؟ 10 متر. خلاص ماشي، يبقى في الحاله دي الديستنس بتساوي ديسبليسمنت في انهي حاله؟ when the body moves in a straight line. ودي مهمه جدا، ممكن يقول لي when do we say distance equal displacement، واجيب لي choices اقول له امتى، او اختار الاجابه اللي معناها ان لما الاوبجكت اتحرك ايه في straight line من start point ل end point. طيب افرض البادي ده اتحرك من 10، اتحرك من ال بي، وبعد كده من بي ل سي، وبعد كده من سي ل دي، اتحرك من A لB لC. دي كانت 10 متر، دي كانت 5 متر، دي كانت 10 متر. عايز احسب الديستنس، يبقى التوتال لينث ده بلس ده بلس ده، يبقى 10 بلس 5 بلس 10 يديني كام؟ يديني 25 متر. طيب كلمة displacement قلت يعني ايه؟ بحدد فين الستارت بوينت وفين الاند بوينت واعمل ما بينهم خط. دي نقطة البداية ودي نقطة النهاية اهي. طيب دي كام؟ دي 5. طبعا واضح ان ده ريكتانجل، دي 5 دي هتبقى ايه؟ 5 زيها. يبقى انا طبعا واتجاهها فين بقى؟ ما انت لازم هنا تحدد لي دايركشن. انا كنت لازم اقول لك ايه؟ 10 متر تو ايست. يبقى لازم بقول رقم واحدد اتجاه. هي نفس الفكره. الديسبيسمنت قد ايه؟ الديسبيسمنت 5. ما هي من فين الستارت بوينت اهي؟ فين الاند بوينت اهي؟ اقصر خط بينهم كام؟ 5. اتجاهها فين بقى؟ كان لتحت. تمام؟ انا هنا ماليش دعوه بقى بكل ده، انا ليا دعوه ما بين الخط، او ماليا دعوه بالخط اللي ما بين الستارت بوينت والاند بوينت واتجاهه لفين. فهنا ايه؟ 5 متر اتجاهه فين بقى؟ داون وورد. طيب ركز بقى في الحته دي، مهمه جدا. افرض حركت من A ل B ل C ل D ورحت على A تاني. يعني اتحركت من A ل B ل C ل D ورجعت ل A تاني، رجعت، يعني حصل هنا ايه؟ Return back. Return back to the original position. ودي مثلا ب 10 متر، دي ب 5 متر. أو خليها واقعية شوية عشان دي أطول شوية. مثلا خليها ايه؟ 12 متر، دي 10 متر، دي 12 متر. عايز ديستنس، بجمع بقى كل الكلام ده، انا اتحركت ازاي؟ كده كده كده، رجعت تاني، يبقى 10 بلس 12 بلس 10 بلس 12 اديني كام؟ 10 بلس 10 20 بلس 24 يبقى ايه؟ يبقى 44 متر. عايز احسب الديسبيسمنت، انت قلت لي عن الديسبيسمنت بحدد فين الستارت بوينت وفين الاند بوينت. طب دي الستارت بوينت، في الاند بوينت انا رحت ورحت من الاي للبي للسي للدي، رحت الاي تاني. فالاي هي الستارت بوينت وفي نفس الوقت هي الاند بوينت، مش انا بدات من عندها وانتهيت عندها؟ اه. طيب انت قلت لي ديسبيسمنت يعني هترسم خط ما بين الستارت والاند. طب من الستارت هي الاند، فين الخط اللي بين الستارت والاند؟ تقدر ترسم خط ما بين النقطه دي والنقطه دي برضو؟ ما ينفعش. فهنا الديسبيسمنت هتكون بكام؟ فين الخط؟ هنا مفيش خط، يبقى هنا الخط او الديسبيسمنت بكام؟ بزيرو. الديسبيسمنت تبقى زيرو امتى؟ في حاله واحده بس، وين ذا ايه؟ وين ستارت بوينت اند اند بوينت ار ذا سيم. مهمة جدا دي يا شباب، مهمة جدا دي يا شباب. طب اكزامبل تاني زي ايه مثلا؟ ممكن امتى يبقى الستارت بوينت والاند بوينت ذا سيم؟ وامتى الديسبيسمنت تساوي زيرو؟ لو انا مثلا عملت كومبليت ريفوليوشن، وده هناخد عليها اكزامبل تاني بعد ما اخلص الاكزامبلز دي. لو انا عملت لفيت لفه كامله، يعني مثلا اتحركت من بوينت ايه، لفيت ورجعت ايه تاني، هنا الديسبيسمنت بزيرو. طب لفيت لفتين، ما انت برضو ان شاء الله تلف مليون لفه. لفيت انت كده لفيت لفتين، ادي لفه ادي التانيه، فين الستارت بوينت؟ اهي. فين الاند بوينت؟ اهي برضو. الديسبيسمنت بزيرو. لفيت
10 لفات، اهم حاجه في نقطه البدايه اهي، فضلت الف 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 في نقطه نهايه اهي برضو. طالما الستارت بوينت والاند بوينت ذا سيم فالديسبيسمنت بزيرو. طب الديستانس بقى في حاله السيركلر باث؟ لا، في حاله السيركلر باث يبقى الديستانس، لو انت مثلا لفيت لفه كامله يبقى الديستانس بتساوي السيركمفرنس اللي هو 2 باي ار، بتساوي ده كله صح؟ اللي هو من هنا لهنا. طب لفيت لفتين يبقى 2 تايمز 2 باي ار اللي هو 2 تايمز السيركمفرنس. لفيت 10 لفات يبقى 10 تايمز ايه؟ السيركمفرنس. الكلام ده لو انت عايز تحسب مين؟ لو انت عايز تحسب الديستانس. لكن الديسبيسمنت لو انت عملت 1 ريفوليوشن او 1 كومبليت ريفوليوشن او مضاعفاتها 2 او 3 4 5 مليون كومبليت ريفوليوشن، طالما الستارت هي الاند يبقى الديسبيسمنت بكام؟ في الحاله دي بزيرو. طيب في كيس ثانيه برضو ما قلتهاش هنا، لو انا اتحركت بقى من A ل B ل C وقفت، لو اتحركت مثلا من A ل B ل C وقفت، مثلا ده كان ب 5 متر وده كان مثلا ب 3 متر تمام، او نخليها ارقام اللي احنا متعودين عليها مثلا دي 4 دي 3. هنا بالنسبه للديستانس بكام والديسبيسمنت بكام؟ والله الديستانس لو قطعت ايه هنا 4 هنا 3 يبقى الديستانس بيساوي 4 بلس 3 يبقى ايكوال 7 متر. طيب ديسبيسمنت فين الستارت؟ اهي. في الاند؟ اهي. اعمل خط ما بينهم. الخط ده هنا عباره عن ايه؟ هنا هتلاحظ ان انت عندك رايت انجل، رايت انجل تراينجل صح؟ لو جيت عملته كده هتلاقي بالمنظر ده رايت انجل تراينجل صح؟ واللاين اللي قدام الرايت انجل ده بقول عليه ايه؟ بقول عليه هايبوتنس صح؟ بقول عليه يا شباب هايبوتنس. طب يبقى كده بالنسبه لي الديسبيسمنت الخط ده المسافه ما بين الستارت والاند. طب الخط ده هنا عباره عن ايه؟ عباره عن هايبوتنس. طب عشان اجيب الهايبوتنس اعمل ايه؟ يبقى هنا الديسبيسمنت بالنسبه لي في الحاله دي بتساوي الهايبوتنس. هيساوي كام بقى؟ هيساوي سكوير روت التو سايدز دول ايه بار، يبقى 4 باور 2 بلس ايه 3 باور 2، كل سايد منهم باور 2 بلس بعض. يبقى هنا ممكن الديسبيسمنت تساوي الهايبوتنس لو انت، لو انا في ايه في اكزامبل زي ده كده، لو انا اتحركت في رايت انجل ترانجل من ستارت بوينت ايه لاند بوينت. لو انت جيت طبعا مش شرط، ممكن يكون عندك رايت انجل ترانجل وترجع تاني، يعني ممكن لو قلت لك اتحركت من A ل B ل C ورجعت ل A تاني. طب انت هنا حسبت ل A مثلا دي عندك رايت انجل ترانجل، فالهايبوتنس هنا كام؟ انت حسبته بكام؟ هتلاقيه مثلا يطلع لك ب 5 ماشي، ده هيبقى 5 متر. لو قال لك ريتيرن باك، يعني افرض بقى قال لك ايه؟ قال لك ذا بادي ريتيرن باك، سوري ريتيرن باك، هنا الديستانس بكام؟ 4 بلس 3 بلس 5، 4 بلس 3 بلس 5 ايكوال كام؟ ايكوال 12 متر. طيب الديسبيسمنت والله دي الستارت بوينت وهي هي الاند بوينت، انا يعني رحت كده كده وجيت تاني، يعني لفيت ورجعت تاني، فالستارت بوينت هي الاند بوينت. طالما قلت لك ريتيرن باك فعلى طول اوتوماتيك الديسبيسمنت بكام يا شباب؟ بزيرو تمام. بس كده دي كانت اكزامبلز كده على ازاي تفرق ما بين الديستانس والديسبيسمنت. هناخد اخر حاجه اكزامبلز على الديستانس والديسبيسمنت برضو في حاله لو انت بتتحرك في سيركولار باث. خليكم معايا هنا في الاكزامبل ده، هنا في الاكزامبل ده بيقول لي ايه؟ A body moves along the circumference of a circle of radius 2 meter. يبقى انا عندي سيركل تمام؟ عندي سيركل الريديوس بتاعها ايه؟ 2 متر ماشي. Find ايه بقى؟ The distance and displacement covered by the object when it moves quarter revolution، هيلف ربع لفه، half revolution نص لفه، 3 over 4 revolution تلات اربع لفه، a complete revolution. يعني هتحسب لي الديستانس والديسبيسمنت في كل كيس من دي. تعال الاول انا هبدا بالكمبليت ريفوليوشن عشان تبقى ايه الدنيا عندي سهله. تعال كده نشوف لو انا بدات مثلا من النقطه دي من بوينت A مثلا ولفيت كل ده ورجعت تاني على A، عايز احسب الديستانس بكام والديسبيسمنت بكام؟ واحده واحده. انت قلت لي يعني ايه ديستانس؟ يعني توتال لينث
او actual length. طب انت هنا عملت ايه؟ لفه. انا لسه حتى كنت قايل لك عليها، لفه كامله، complete revolution، complete cycle. طيب هو السيركل دي عباره عن ايه؟ مش عباره عن سيركمفرنس، اللينس بتاعها يعني اللينس بتاع السيركل عباره عن سيركمفرنس. فانت الديستنس بتاعك هنا بيساوي ايه؟ لو انت قطعت 1 كومبليت ريفولوشن، فانا الديستنس هيساوي السيركمفرنس اللي هو بيساوي كام بقى؟ بيساوي 2 باي ار، ده قانون عندي. طيب التوب كام؟ تنزل يعني الباي اللي هو ايه؟ 22 اوفر 7 او هتعملها 3.14 مش هتفرق. تايمز الريديوس اللي هو كام؟ اللي هو 2. تمام؟ وهنا انا عامله بالمتر عشان ايه؟ ما تحولش، تخلي متر زي ما هو. والله اللي هو بالسنتيمتر عادي. الاختيارات لو هي جالك بالسنتيمتر مش شرط تتحول. يعني برضو موضوع التحولات من سنتيمتر لمتر ده اكوردنج للتشويسز اللي عندي. لو جايب لي الاختيارات بتاعتي متحوله لمتر فاضطر احول من سنتيمتر لمتر. لكن لو هو جايب لي الاختيارات بالسنتيمتر خلاص. طب لكن انا رحت دماغي جبت لك الايه؟ اليونت بالمتر. ما علينا. فانا بالنسبه لي السيركمفرنس هتعمل الكلام ده على الكالكوليتر هيديني كام؟ هيديني 88 اوفر 7 متر. 2 تايمز 22 ب 44 تايمز 2 ب 88 اوفر 7 متر. طيب الديسبيسمنت بقى بالنسبه لي هنا طالما انا اتحركت من بوينت رجعت لها تاني فحصل ايه؟ ريتيرن باك. فالديسبيسمنت اوتوماتيك على طول احنا حفظنا بقى خلاص هتكون كام؟ هتكون زيرو. ليه؟ بيكوز ذا ستارت بوينت انا كده عملت ايه؟ لفه كامله في الستارت بوينت بتاعتي اهي، في الاند بوينت اهي برضو. فلما يكون الستارت بوينت هي الاند بوينت فالديسبيسمنت تكون كام؟ هتكون زيرو. ماشي، يبقى احنا كده خلصنا الاكزامبل ده كومبليت ريفوليوشن. طب لما اقطع، تعالى بقى نشوف ايه لما اقطع هاف ريفوليوشن. ناخد حاجه ثانيه ايه سهله برضو. لما اقطع هاف ريفوليوشن ايه اللي هيتم عندي؟ لما اقطع نص دايره اتحركت مثلا من هنا لهنا والريديوس عندي ثابت، الريديوس بكام؟ ب 2 متر. طيب طبعا ده السنتر وده برضو اخر ايه؟ ده ريديوس برضو بكام؟ ب 2 متر. فانت برضو ايه بتحاول تحدد كده الحاجات اللي ممكن تساعدك في الحل. ديستانس يعني التوتال لينث. طب انت قطعت اتحركت ازاي؟ اتحركت كده في الاتجاه ده كده. طب قطعت نص ايه؟ نص السيركل يعني نص السيركمفرنس، يبقى الديستانس بتاعتي تبقى ايكوال كام؟ هاف تايمز السيركمفرنس يبقى ايكوال ايه؟ هاف تايمز السيركمفرنس اللي هو ايه؟ 2 باي ار يبقى ايكوال هاف تايمز 2 تايمز باي اللي هو ايه؟ 22 باي 7. الريديوس بكام؟ الريديوس ب 2. دي هتروح مع دي هتديك كام؟ هيديك 44 اوفر 7 متر طبعا. تمام؟ طيب عايز تيجي بقى تحدد الديسبيسمنت، هتبص على مين؟ الديسبيسمنت تبص على نقطتين الستارت بوينت والاند بوينت، اعمل بينهم خط. طب الخط ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الدايمتر صح؟ 2 بلس 2 اللي هو ايه؟ ريديوس بلس ريديوس الدايمتر. فالدايمتر هنا عندك بكام؟ اللي هو 2 ار اللي هو ب 4 متر. ما الريديوس بكام؟ ب 2. 2 تايمز 2 بكام؟ ب 4. طيب يبقى خلاص خلصنا هاف ريفوليوشن. فاضل لي كوارتر ريفوليوشن و 3 اوفر 4 ريفوليوشن. طيب بالنسبه لو انت قطعت كوارتر ريفوليوشن قطعت ربع لفه، تعالى كده بص يا ناس انت ما تعرفش ترسم سيركل بتاعك، ممكن تعمل كده كده صح؟ تعملهم قد بعض وتعمل ايه؟ تعمل الاربع ارباع بتوعك كناحية البيتزا صح؟ طب انت هنا قطعت قد ايه من السيركل دي؟ ربع، يبقى قطعت الحته دي بس. طيب يبقى كل ده همسحه. ماشي، كل ده خلاص ملوش لازمه عندي. ماشي. ده ريديوس وده ريديوس. تمام. عايز مين؟ عايز احسب الديستنس وعايز احسب الديسبيسمنت. تمام. الديستنس هنا بالنسبه لي ايه؟ اللي هي التوتال لينث. طب انت قطعت من اللي فين؟ اتحركت مثلا من هنا لحد هنا، التوتال لينث بتاعك كام؟ الحته دي. طب الحته دي عباره عن ايه؟ عباره عن كوارتر تايمز ايه؟ السيركمفرنس صح؟ طيب يبقى كوارتر مساله رياضيه بقى عادي، كوارتر تايمز ايه؟ السيركمفرنس اللي هو ايه؟ 2 باي ار. تعمل الكلام ده على الكالكوليتر يطلع لك ايه؟ كوارتر تايمز 2 تايمز 22 اوفر 7 تايمز الار اللي هو كام؟
radius اللي هو بكام؟ هم بيقولوا لي ب 2 متر تمام. فدول هيروحوا مع دي، اديني كام في الاخر؟ هيديني 22 اوفر 7، هيديني باي صح كده. ايه السيركمفرنس هنا بالنسبه لي هيبقى ايه؟ هيبقى عباره عن او الديستنس هنا عباره عن، تكون عباره عن كام؟ هتكون عباره عن الباي. يعني ممكن تلاقي في الاختيارات جايبها لك باي صح تمام. في الهاف، في الهاف السيركمفرنس ممكن يقول لك ايه؟ الديستنس هتساوي باي ار صح. يعني انت لما يعني هرجع بس للحته بتاعت هاف ريفوليوشن او هاف السيركمفرنس، لما انت قطعت كده الديستنس ايه؟ مش الديستنس هنا في الحاله دي بتساوي نص السيركمفرنس صح؟ فالنص هتروح مع التو تساوي ايه؟ باي ار. فانت ممكن تلاقي اختيارات مش جالك ارقام، جالك ايه؟ باي ار، مش عارف هاف باي ار او هاف تايمز 2 باي ار او 2 باي ار. ما 2 باي ار لو انت قطعت ايه؟ السيركمفرنس، او قطعت السيركمفرنس كله او السيركل كلها. لكن لو قطعت النص يبقى ايه؟ هتساوي باي ار. قطعت الربع في الديستنس في الحاله دي في الاكزامبل ده هنا بيساوي الباي تمام؟ لكن مش في كل الاكزامبلز هتساوي باي. هنا عشان صدفه ان الريديوس ب 2، في 2 تايمز 2 4 راحت مع الكوارتر دي او راحت مع الفور اللي تحت دي. لكن لو الريديوس بقى اي رقم تاني مش هيجي لك باي. ممكن مثلا لو الريديوس ب 4 هيبقى 2 باي تمام. يعني لو الريديوس مثلا تخيل كده، لو الريديوس ب 4 تمام، دي هتروح مع دي هيبقى 2 تايمز 20 اوفر 7 هتساوي 2 باي مثلا. فبقول لك دي افكار يعني ممكن تجي لك. انا اقصد ان في الاخر ممكن الارقام او الاختيارات بتجي لك مش ارقام، بيجي لك مكتوبه باي 2 باي وهكذا. فانا بركز برضو في الحته دي. ديسبيسمنت يعني ايه؟ ببص على الستارت بوينت والاند بوينت واعمل ما بينهم ايه؟ ستريت لاين. طيب وانا هنا عندي مش دايره انجل ترانجل؟ اه ماشي. الريديوس ده بكام؟ ب 2 وده بكام؟ ب 2 ماشي. فالديسبيسمنت هنا عباره عن ايه؟ هايبوتنس. عشان كده قلت لك الفكره بتاعت باثاغورس دي قبل ما نخش على البوينت دي قلتها من شويه. لو انت عندك رايت انجل ترانجل التو سايدز بتوعي موجودين، لو الستارت بوينت دي ودي الاند بوينت يعني عندي الديسبيسمنت هتبقى هايبوتنس. طبعا اتجاهها هيبقى فين بقى؟ مش دي الستارت ودي الاند، هيبقى اتجاهها ايه؟ هيبقى اتجاهها نورثرن ايست او ايسترن نورث. انت عندك الاتجاه بتاعتي، ما انت ممكن افرض قال لك عايز الاتجاه ده كده نورث، ده ساوث، دي ايست، ده ويست. فده لو مشيت كده يبقى ايه؟ ايسترن نورث او نورثرن ايست، مش هتفرق معايا تمام. طيب فالديسبيسمنت بكام؟ هتساوي الهايبوتنس، هتساوي سكوير روت ار سكوير بلس ار سكوير، هتساوي سكوير روت 2 سكوير بلس 2 سكوير، هتساوي كام؟ تعملها على الكالكوليتر هديك سكوير روت 8. او ممكن تديك ايه؟ ارقام تانية، ممكن تديك بالديسمال صح عادي مفيش مشكله. اخر حاجه عندي خلاص خدت الكوارتر ريفوليوشن، اخر حاجه عندي 3 اوفر 4 ريفوليوشن. لسه ما تعرفش. بص انت دايما لما يجي لك مثال زي كده اوعى تمسك الكالكوليتر وتشتغل وتحسب كده وخلاص، لا ترجم المساله عندك لرسم. لازم تمسك القلم والرصاص او حتى القلم الجاف اي حاجه وترجم المساله بتاعتك لرسم، ترسم. لكن اللي يمسك لي الكالكوليتر كده ويقعد يعمل لي حسابات وخلاص، بتعمل حسابات فين؟ في دماغك، مش هينفع. بتترجم الكلام ده على ارض الواقع، بتجيب ورقه وتشتغل فيها الخطوات بتاعتك. حتى لو الامتحان بتاعك على التابلت برضو نفس الفكره، بخش بورق فاضي ابيض بكتب ايه؟ بكتب فيه النوتس بتاعتي او ترجمه السؤال يعني تمام، اللي انا ترجم السؤال عندي في رسمه او خطوات. طيب انا دلوقتي عندي لو 3 اوفر 4 ريفوليوشن، ارسم الرسمه الاول، ما اشتغلش غير لما ارسم الرسمه دي كده. ثلاث ارباع لفه، ادي 1 2 3، ثلاث ارباع. طيب عايز تمسح دول امسحهم، يعني عايز تخليهم خليهم، مش تفرق معايا يعني بالنسبه لي مش عايز تمسحهم خالص امسحهم، عايز تخليهم يعني ايه؟ انا يهمني ده وده، ليه ده وده هتعرف دلوقتي. طيب انا كده دلوقتي قطعت 3 ارباع لفه 3 اوفر 4 ريفوليوشن، الديستنس هتساوي ايه؟ هتساوي 3 اوفر 4 3 ارباع السيركمفرنس صح؟ ماشي. بيكوال 3 اوفر 4 تايمز السيركمفرنس اللي هو ايه؟ 2 باي ار. الريديوس هنا بكام؟ الريديوس هنا مديهولي ب سوري ب 2، مش انت مديني الريديوس بكام؟ ب 2 صح؟ تعمل الكلام ده على الكالكوليتر، دي هتروح مع دي هديك كام؟ هديك 3. بص 3 باي،
بس الديستانس هنا في الحاله دي 3 باي. طبعا مش في كل الحالات تكون 3 باي، انا بقول لك هنا ايه صدفه بس ان الريديوس ب 2، لكن لو اي رقم تاني بس لو الريديوس هنا ب 4 هيبقى عندك هنا 2 زياده 2 تايمز 3 يبقى 6 باي. فممكن الاختيارات زي ما بقول لك ما تجيلكش ايه ارقام كده مباشره، ممكن تجي لك ايه سوليد باي 3 باي 2 باي وهكذا. عايز تعملها انت على الكالكوليتر ماشي، ممكن تعمل 3 تايمز ايه 22 اوفر 7 او 3 تايمز 3.14 يديك رقم بالديسمال تعمله انت ايه وتحسبه. طيب ممكن يجي لك الاختيار بالشكل ده يعني. طيب الديسبيسمنت عندي فين الستارت بوينت اهي، في الاند بوينت اهي، اعمل خط ما بينهم. ايه ده طلع برضو ايه مش ده رايت انجل ترانجل، اه طلع برضو الديسبيسمنت عباره عن ايه، عباره عن هايبوتنس. يبقى الديسبيسمنت عباره عن ايه هنا في الحاله بتاعه الثلاث ارباع برضو هايبوتنس ايكوال ايه سكوير روت ار سكوير بلس ار سكوير. طب ار سكوير ار هنا بكام، ب2 هنا ب2، يبقى ايه يبقى سكوير روت 2 باور 2 بلس 2 باور 2 ايكوال سكوير روت 8. ايه ده انا خلي بالك خليت الكوارتر برضو متعمد، لما انت لما تقطع ربع لفه او ثلاث ارباع لفه كلتا الحالتين الديسبيسمنت بيكون في كلتا الحالتين الديسبيسمنت بيكونوا ايه بيكونوا ايكوال. خلي بالك الحته دي مهمه جدا، الحته دي مهمه جدا ساعات بيجي لي في الام سي كيو. لو انت قطعت كوارتر ريفوليوشن او 3 اوفر 4 ريفوليوشن في كلتا الحالتين الديسبيسمنت بيكون كام؟ سكوير روت 8، او يعني في كلتا الحالتين الديسبيسمنت بيكونوا ايكوال. تمام؟ انا في الاكزامبل ده انا هنا طلع سكوير روت 8، لكن انا بقصد ان الديسبيسمنت بيكونوا ايكوال لو انت قطعت ربع لفه او ثلاث ارباع لفه، في كلتا الحالتين بيبقوا نفس الديسبيسمنت. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ان شاء الله الفيديو الجاي هتكلم عن هاو تو اد فيكتورز، وهتكلم عن الفيكتور ريزوليوشن، وهتكلم ان شاء الله في الفيديو اللي بعديه عن الدوت برودكت والكروس برودكت. يا ريت تتابعوا الفيديوز، ببقى مبسوط جدا من الناس اللي تعمل كومنت. تابع كمان، شوف القناه، افتح كده القناه تلاقي فيه بلاي ليست، وفي بلاي ليست فيها حل الاسئله بتاعت الكتاب الخارجي على كل المنهج بالذات المنهج بتاع الترم الاولاني. اشوفكم على خير وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.